في حكمة قريتها وعجبتني بتقول Take control of your habits, take control of your life, ودي معناها تحكم في عاداتك تتحكم في حياتك. ولما فكرت فيها شوية قلت طب اشمعنى العادات هي اللي لما اتحكم فيها اقدر اتحكم في حياتي؟ وفي النهاية وصلت لنتيجة مبهرة جدا، فسرت لي اشمعنى التحكم في العادات هو سر التحكم في الحياة. ببساطة شديدة، اي قرار الانسان بيتخذه بيكون ناتج عن فكر الانسان، الفكر اللي بيتكون من شخصية الانسان، وشخصية اي انسان بتتكون من نمط حياته. نمط الحياة هو عبارة عن مجموع العادات اللي بيمارسها اي شخص في حياته اليومية. تعال نبسط الموضوع اكتر، ولنفترض انك مش راضي تعمل انترفيو او مقابلة بخصوص وظيفة معينة لانك عارف ان انت هتترفض فيها بسبب عدم اجادتك للغة الانجليزية، وده شرط اساسي للالتحاق بالوظيفة دي. مش بعيد ان فكرة الوظيفة دي ما خطرتش على بالك اصلا لنفس السبب، لكن لو بدأت بعادة تعلم اللغة الانجليزية لو نص ساعة كل يوم والتزمت بالعادة دي واصبحت جزء من نمط حياتك، شخصيتك نفسها هتبدأ تتغير. هتقدر تترجم وتقرأ اي كلام بالانجليزي، وتقدر تتكلم مع اي شخص اجنبي بسهولة، لكن اهم جزء معانا هو جزء القرار. قرار انك تقدم على الوظيفة اياها وتعمل الانترفيو، وهتاخد القرار هنا بمنتهى السهولة لان اصبح جزء من مهارتك هو اجادة اللغة الانجليزية. هنا العادة كونت نمط حياة، ونمط الحياة شكل جزء من الشخصية اللي بسببها بيكون الفكر، وبناء عليه بتتخذ اي قرار في حياتك سواء كان بالايجاب او بالسلب.